بمؤخرة الترتيب. أما رائد البطولة جمعية شلف ستقوده مهمة الحفاظ على الريادة عندما ينزل ضيفا على مولودية سعيدة صاحبة المركز الثامن ب11 نقطة. الوصيف وداد تلمسان هو الآخر سيلعب خارج الديار وعينه على النقاط الثلاث أمام نجم مقرى المنتشي بفوز ثمين خارج القواعد على اتحاد البليدة متذيل الترتيب والذي يلاقي شبيبة بجاية بملعب الوحدة المغربية. صاحب المركز الثالث ب13 نقطة اتحاد بسكرة هو الآخر يلاقي إحدى فرق المؤخرة شبيبة كيكدا ومطالب بالفوز لتفادي الحسابات والحفاظ على مركزه الذي ينافسه عليه ترجي مستغانم المستفيد في هذه الجولة من عاملي الأرض والجمهور في مواجهة رائد القبة. وبالعاصمة اتحاد الحراج تنتظره مهمة عسيرة وإن كان هو المستقبل لأمل بوسعدة الساعي إلى تأكيد انتصاره السابق بميدانه والعودة على الأقل بنقطة تعادل خاصة وأنه يتقاسم المركز الرابع ب12 نقطة مع كل من مولودية العلمة واتحاد عناب اللذان سيكون بينهما اصطدام مباشر بملعب زقار مسعود. بالغرب الجزائري ديربي مثير سيجمع المدرسة جمعية وهران بالجار سريع غليزان وبينهما نقطة واحدة فقط بأفضلية للجمعية. هي إذن جولة قد تضيق الحسابات أكثر بين فرق المحترف الثاني أمر سيزيد من الإثارة والسسبانس في قادم الجولات. ومن